مساء الخير عليكم جميعا. أول حلقة بعد برنامجنا الجميل في رمضان جدل. طبعا زي ما انتم عارفين احنا آثرنا يعني فضلنا الانتظار لنهاية البطولة الأفريقية، الحدث الكبير اللي كان في مصر، وما حبيناش يعني في انشغال الناس نحط حلقات. يعني بعتقد ان الكلام أهم عندنا من هو يوصل من وجودنا وخلاص. فالحمد لله البطولة خلصت على خير، فاحنا رجعنا لكم وبعدين هنعرض معاكم لحد منتصف الشهر القادم لحد العيد الأضحى، وبعدين هناخد أجازة بسيطة هيحصل زي بداية كل موسم في نص 9 أو سبتمبر، هنطور فيها حاجات كتير وهقول لكم أنا خطة التطوير دي أو ملامحها يعني من بعيد. مفتقدكم جدا وهنكمل شوية مواضيع مهمة جدا في الشهر ده، عشان بعد كده عندنا خطة طويلة الأمد كالعادة للموسم الجديد بتاعتنا أو السنة التالتة يعني إن شاء الله. فافتقدتكم وحشتوني. بصوا بقى، جدل كان برنامج عظيم في نظري، ليس عظم لا اللي اتقال ولا يعني بالشكر في البرنامج، في ما كان له من رد فعل كل الطبقات والمستويات الفكرية والإنسانية، مصر وغير مصر، كان يعني جدل بالنسبة له حصل تفاعل معاه، لأن الهدف من جدل كان كده. لازم نتكلم ليه أنا اخترت ده. الهدف من جدل أنه كان الناس تشارك بنفسها أو بمن ينوب عنها، بمن ينوب عنها يعني هو نفس الأفكار اللي بيقولها الأساتذة الأفاضل اللي شرفونا، هي نفس الأفكار أو بعضها اللي بيتراود اللاعب بيتفرج، فبيبقى عملية يعني ايه توحد معاه زي كده أبطال السينما. فأنت بتحس ان هو بيتكلم بلسانك وبنفس الأسئلة الكتيرة والمعقدة جدا اللي اتقالت في جدل، وفتحنا مواضيع كبيرة جدا جدا ومواضيع تخص حياة الناس اليومية ومواضيع فلسفية جدا ومواضيع تخص كل شيء في الدين من رأسه أو من قمته إلى أصغر شيء بيعتقد الإنسان أنه بيمارسه يوميا. بالمناسبة إحنا ناقشنا في جدل 58 موضوع، بعضهم خد مساحة من يعني من الشرح يعني أو الإجابة اللي أنا طلب مني أن أنا أقول رأيي فيها، وبعضهم كان خدناه في موجز لأن وقت الحلقة أنتوا عارفين طبعا مع المناقشات مع السادة الأفاضل اللي شرفونا. طبعا في مواضيع منها بيطلب مني ان هي تعمل حلقات كمونو، ان انا اقول العلم اللي فيها لو بعتقد يعني او الفكره او طبعا هعمل كده، لان ما كانتش مواضيع سطحيه، كانت مواضيع عميقه للغايه. بس حلو انك في شهر واحد يحصل جدل محمود زي ما انا قلت في اول حلقه من جدل، الجدل المحمود الكويس يعني في القران، والقران لم ينهى عنه، وان نسمع كل الاراء، وان انا زي ما يعني اتاثر بالاراء وتفتح عندي حاجات تانية، وكذلك الاجابات او الافكار اللي انا قلتها من وجهه نظري. واتسالت في البرنامج 72 سؤال، بعضهم كان سريع بعضهم ضمناهم مع اسئله تانية فبقوا ليهم فحوه واحده او شكل واحد. ضيوف الساده ضيوف اللي شرفونا مع كامل طبعا تقديري ليهم كانوا مختلفين المشارب والتوجهات، والحلقات كانت بعضها فلسفي عالي جدا وبعضها للناس جدا اللي فكروا فيه حياتهم اليومية، وده مهم جدا لأن الدين زي ما أنا بقول دايما هو الشيء الاستهلاكي الأساسي في حياة الإنسان على ألف منطقتنا العربية طول اليوم ملازمه. فلو بقى بهذه الصعوبة اللي انتوا شايفينها بالعموم يعني هتبقى الحياة صعبة، لأنه له تأثير كبير، ولو بقى سهل ومرن وإنساني هيبقى حياتنا هتختلف تماما. وإحنا شرحنا كتير السنة اللي فاتت كلها في الموسم الطويل ده قبل رمضان حاجات مهمة جدا عن إعادة قراءة القرآن للي متابع، وحاجات مهمة جدا عن بناء الفقه، بنيوية الفقه يعني، وإن كانت كلمة فلسفية شوية، وإزاي تم بناؤه بشكل مخالف للملامح الأصلية للإسلام. وبعدين اتكلمنا في اخر حاجه قبل رمضان كانت مطولا عن قيد وسلاسل واغلال اسمها الاجماع، وحطينا كلام علمي تماما ما فيهوش اي حاجه، انه هذا ليس قيدا علينا، ان احنا ناخد بفهم
هم أجمعوا عليه في زمن ما، وإلا ما فيش أدنى كلام لو خدنا أن الإجماع هو فعلا قيد علينا إلى يوم القيامة، أن الأساتذة الأفاضل في زمان ما في القرن الثالث أجمعوا على حاجة، يبقى ما نتكلمش خالص عن التجديد أو الإصلاح الديني، يبقى إحنا بنحلم بنتكلم عن حاجة ما نعرفهاش أو مش هتحصل أبدا. فجدل كان الخطوة اللي أنا شايفها ده وقتها، أنه بيتكلم المفكر زي ما هو عايز، برنامجي أو برامج غيري، أو بيستضيف مفكر زيه ويقعدوا يعملوا زي برين ستورم، يعني عصف ذهني يطلعوا بحاجة، أو بيقدم أفكار غيره لو مذيع عادي ناقل ليها، أو يعني أي طريقة من اللي بتدار في الإعلام العربي الآن للتنوير، كان ناقصة دايما حاجة. أنا عملت كل الدرجات دي بمناسبة، ولسه طبعا محتفظ وهيبقى الأساسي بتاعنا برنامجي اللي بقول فيه الفكرة كاملة ومركزة في وقت قليل، ما بنزودوش دايما عن نص ساعة عشان أنا قاصد ده للناس اقتنع كمل هو عليها، نقدها ما عجبتوش فضل على القديم خد بالجديد، كل ده لينا مطلق الحرية. إنما كان ناقص دايما خطوة إن الناس صاحبة المنتج ده كله هي اللي تتكلم، لأن دايما بقعد أقول لك الدين ملكك، ما حدش يفكر بوصايا عليك، ما تبقاش الوكالة تقلب ملك، احنا اديناهم وكالة يفكروا لينا من قرون، فخلاص تبقى الحكاية حكايتهم، يقول لك ما تتكلمش في الدين ده ليها متخصص، والصراع الأبدي الأزلي هل الدين علم ولا لأ، ولا أنا عملته كله في السنين اللي فاتت يعني على الشاشة. كان وجهة نظري والحمد لله كانت موفقة من عند ربنا، يعني انه ده وقت ان الناس هي اللي بقى بدام الدين ملكها تتكلم في هذا الملك وتورينا. وديكوا شفتوا اللي تابع جدل، يعني الناس كانت أعمار مختلفة، ثقافات مختلفة، حتى دراية بالمسألة، ممكن واحد باحث حقيقي ده الفيلد ده شغلته، ناس تانية تماما شغالة شغلات محترمة وجيدة، لكن لا علاقة، لكن الدين يظل هو ملكه الشخصي وفهمه وذوقه وحسه هو اللي يحكم على كل الأمور، مفيش حاجة اسمها هم قالوا لي كده وده بالعافية علينا. فيما عدا الكلمة بقى الشهيرة اللي احنا هنفتح لها يعني شرح بسيط يمكن بعد الفاصل، الثوابت، اللي هي من الطرفين مصوب عليها دايما النيران. بمعنى ايه؟ اللي بيكره التنوير قوي والاصلاح الديني ما عندوش غير كلمتين، ما عندوش حاجة خالص، هو ما عندوش حاجة، لكن يعني هنقول كلمتين دول انه ما عنده حافظهم، يعني انه ده بيتكلموا على الثوابت وبيضربوا الثوابت وبيلعبوا في الثوابت، واصل ثوابت الدين ليه علاقة بثوابت مش عارف ايه حبة دول. يعني طبعا احنا اثبتنا الناس في السنين بالذات الاخيرة دي وبعد تعب كتير ما فيش اي حد جه جنب الثوابت. اتنين، من الطرف التنويري، انا قلت مرة في قبل رمضان ان احنا مجموعة من الناس، مفيش أبدا مجموعة في الناس في أي شغل في الدنيا دي أو أي مجال كلهم ملائكة، لا، حتى في الشيوخ التقليديين وحتى في أرق يعني في أهم الأعمال والمجالات الخاصة بروح الإنسان، حتى الطب، المحاماة، الحاجات اللي فيها شرف وأمانة، أغلبهم طبعا ناس كويسة، لكن يظل العامل البشري موجود في طبعا أنواع تانية. فالتنوير كمان كده، بس المشكلة بقى ايه؟ ان الطرف اللي بيضر التنوير من داخله هو اللي بيتحسب على الكل، خلاص؟ يعني افكار عجيبة غريبة تشكك الناس بقى في الفكرة كلها مش في الشخص نفسه اللي بيتكلم. فانا عايز اقول للناس انه احسبونا يا سيدي زي الشيوخ التقليديين، ما تسمعوا لهم كلام غريب عجيب، او حتى القدام بعضهم وبعضهم بيقولوا كلام يعني على الأقل النمطي، وبعضهم عقلاني جدا وبيغير من أفكاره وبيراجع نفسه وبيطلع لقدام. الكلام الغريب ما بتحسبش غير على صاحبه، وبيظل قيمة وجود فكرة أنه شيخ معمم يعني موجودة. كمان التنوير لازم تعمل فيه كده عشان ما نتكلمش على الثوابت كتير. يقول اللي يقوله، whatever mean، أنا ماليش دعوة بالأسماء. طبعا في ناس عظيمة ملهاش حل، وأنا دايما بقول أسمائهم وبجيب سيرتهم، فدول اغلب الكلام كان على اننا بشر، حتى كلامي انا مقبول ورائع وعظيم، لكن في ناس داخله غلط، هي ملهاش علاقه في القصه، اهو بيتنطط في الرمله يعني كده. طيب هو بيقول كلام غريب ولا عجيب ولا حتى اي حاجه، او حتى رايه انه هو احنا مالنا،
يعني الفكره كلها ما تتضربش عشان راي او اتنين او تلاته. زي الطرف الثاني لو خدنا على الكلام حتى القديم اللي في الكتب، بس الاراء الغريبه العجيبه لا ما حدش هيقرا الكتب خالص. لا بنحاول نقول لهم دلوقتي خدوا الخير اللي فيها اللي يوافق زماننا بين قوسين وبعدين نكمل عليه. فحكايه الثوابت دي عايزه شرح عميق شويه، لان هي الباب الوحيد اللي ما بيعرفوش يتكلموا في غيره. طبعا هم الطرف الثاني عنده يعني اماكن كتير او اتجاهات كتير يقدر التشويه والبتاع والاتهامات الزائفه والعماله والحبه دول، يعني مع غلابه يعني هيعملوا ايه. لكن اللعبه الاساسيه اللي طبعا الناس بقت واعيه ليها جدا، وانا شفت رد فعل جدل عند الناس ابسط ناس، مش بكلمك عن مستويات حتى متوسطه ولا مستويات إليت راقيه، يعني ابسط ناس جدل وصل لهم على قد ما شاهدوا يعني، وحسوا المناقشه دي ده الصح اللي لازم يتقال. واحد يقول راي غريب جدا، انا اقول له بس هو مش كده قوي، فهو يعدل معايا او انا حتى افتح باب تاني في افكاري من خلال كلامه. والمجتمع الصحي يتجادل وينتج فكر ويناقش بحرية ويناقش بكل بلا سقف، طالما انه عايز يصل الحقيقة، مش بيناقش عشان يعمل غبار في الجو. هو انا عايز فعلا اوصل الحقيقة، فبفضل، وده موجود في القرآن في الجدل المحمود في القرآن الذي كان بين الرسول وبين من يؤمن بأديان اخرى او حتى لا يؤمن بأي أديان في اي شيء. ودايما لما كان القرآن يقول له قل ده ردا ليهم، حتى لو يقولوا له العظام دي مش ترجع تاني، يعني كافر تمام بفكرة اليوم الآخر، بيناقشوا، المهم يوصلوا لحقيقة قد يتفقوا عليها. هطلع فاصل ده وارجع.